بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر كل سنه حضرتك طيب، مشرفنا. كل سنه طيب يا كابتن ايمن، وتحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. تحياتي طبعا للنجوم الكبار الكابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، وكابتن اسامه عرابي، وكابتن علي عبد الرحمن. كل سنه طيب يا كابتن. طيب كابتن ايمن، في بدايه بنقول مبروك للنادي الاهلي على الاداء والنتيجه، وهارد لك للنادي فيوتشر. نروح للمباراه، وقبل ما نتكلم في التحليل يا كابتن علاء، بس هتكلم على محمد الحنفي ان هو ادار المباراه بشخصيته التحكيميه. محمد الحنفي وحاول ليه؟ مباراه صعبه قبل واثناء نتيجه الاختبارات اللي تمت في الصندوق هنا او هنا. البعض ممكن يعني ما يبقاش عارف قوي ان محمد الحنفي ادار اللقاء الاول اللي هو في الدور الاول ما بين فيوتشر والاهلي، هو نفس الحكم اللي ادار فيوتشر، وده بيخليه يا كابتن علاء ايه لما بيجي النهارده عليه ضغوط. خلي بالك، وده السؤال، يعني هل انا النهارده اتكلم على التعيينات الحكام، هل ما عنديش حكم تاني يقدر يدير هذه المباراه؟ ده السؤال. المفروض ان يكون عندي تطوير، عندي حكام اكتر من حكم يدير هذه المباراه، ولكن النهارده عشان احط الحنفي اللي هو انا بعتبر ان هو ادار مباراه بشكل جيد، ولكن انا دايما بخلي الحكم بعيد عن ضغط كابتن علاء. النهارده محمد الحنفي النهارده بيلعب زي المباراه بشخصيته التحكيميه. الشخصيه التحكيميه النهارده كانت فرضه نفسها حتى على حكم الفار. يعني النهارده الحنفي النهارده، يعني انا بقول بامانه النهارده هو يعني نجى نفسه من فخ الفار نتيجه الشخصيه كابتن علاء التحكيميه. هقول ليه الكلام دوت؟ الحالات كتيره، بس بقول التعيينات لابد ان احنا النهارده نبص على التعيينات افضل. احنا عندنا حكام كتير للفار، وعندنا حكام كمان كتير في الميدان يا كابتن ايمن. هروح للحالات التحكيميه وهنحكي من خلال الحالات التحكيميه. نشوف الطاقم التحكيم الاول، عندنا محمد الحنفي كان معاه اثنين مميزين جدا جدا النهارده، كان البساطي وكان عمر فتحي، هايلين النهارده في كل الاخطاء اللي هم احتسبوها. وكمان عندنا الحكم الرابع كان هادي جدا، صبر ابراهيم الحكم الرابع. الفار كان محمود السوقي، وكان محمد احمد عباس الشهير بمحمد مايو. نشوف الاول الحاله الاولى كابتن علاء، واحده واحده كده ونشوف ونحلل الحاله الاولى. هرجع تاني، معلش هرجع. ده كله هقف، بس بعد اذنك هقف هنا. كابتن علاء، كابتن شريف، انا لو انا كحكم فار هنقف، بس ما عنديش القدره ان انا اقرا الحكم الميدان. اولا مدرسه محمد الحنفي كابتن اسامه بيسمح باستمرار اللعب في كثير من الالتحامات، صحيح، وهو ده محمد الحنفي. انا النهارده كحكم فار كابتن علاء لابد ان انا ابقى دارس الحكم بتاعي. مش هجيبك في حاجه وانا متاكد لما هتيجي تشوف هقول لك لا شكرا، مظبوط، نستغني عن خدماتك. ده اللي حصل في الحاله الاولى. احنا قلنا دايما الفار بيتدخل في الحالات الواضحه جدا اللي هي ممكن تكون عندك زي واضحه، والحالات البعيده عن الحكم. نشوف هنا الحاله هنا والحاله في هنا، تمام. سكوت الحكم بيخلي اللعبه تواصل، بتستمر اللعبه، بتروح مره واثنين، بترتد وتيجي هدف للنادي الاهلي. الحنفي هنا بيحتسب الهدف. طبعا تدخل غير مبرر من الفار، ماشي. زي ما قلت انت جبت الفار، جبت الحكم، فين المخالفه يا كابتن؟ ده واقف جنبها بثلاثه، فين المخالفه؟ الحنفي قريب، ودي حاله من حالات تقديريه قد نختلف قد نتفق، سيبها لي انا كحكم الميدان. وانت عارف ان معياري في حساب مخالفات لابد انك انت تقرا معيار. نشوف الحاله اللي جايه، نشوف زاويه جايه تانية اهي، سكوت، لاعب ينجح في لعب الكره. نشوف هنا، نشوف يا كابتن هنا في شد وفي ايد هنا من لاعب فيوتشر، وهنا شد وايد، وبالتالي نمشي ونشوف مين اللاعب دكروري الكره، لاعب نادي الاهلي هنا نجح في لعب الكره، وبالتالي هنا انا شايف هدف صحيح، تدخل غير مبرر في هذه الحاله كابتن ايمن. وبقول النهارده الحنفي تاني بينجو من فخ الفار في هذه الحاله، اللي كان ممكن النهارده لو حكم ضعيف الشخصيه كابتن علاء بقول اهو سهل قوي قوي هنساق مع الحكم، كان راح مع التجال بالظبط كده، ولكن النهارده الحنفي ادار مباراه بشخصيته التحكيميه اللي هي جيده. الحاله بعد كده شوف هنا حاله، وهنا الشد موجود، وهو سمح باستمرار اللعب. البعض يقول لك الله، طب هو ما رجعش لده الانذار ليه؟ السؤال يا كابتن عادل، هنا في شد، تمام، نمشي بقى خلاص. هو هنا محمد سمح باستمرار اللعب، في شد ولكن هنا الشد دوت
خلى اللعب يتواصل يعني، وبالتالي هنا الفرصه ما زالت موجوده مع مين؟ معنى يعني اذا الشد ده ما عطلش الهجمه، الهجمه هنا كملت. في فرق النهارده لما يكون خطا بتهور كابتن اسامه لازم ارجع اودي ايه؟ ودي المخالفه بتهور، لكن هنا الشد هنا لم يعطل لاعب نادي الاهلي، وبالتالي هنا ما رجعش ادى مخالفه الانذار، وكان القرار كان قرار صحيح. الحاله بعد كده حاله ايضا بنشوف هنا ركله الجزاء. طبعا عارف يا كابتن ايمن يعني هو حسام حسن اول ما حط جسمه صح بنسبه 100% هياخد ركله جزاء، وهو ده ذكاء لاعب. حط جسمه، طبيعي انك انت كلاعب مدافع جاي ما عندكش اي حاجه غير انك انت ترتكب مخالفه، دي ركله جزاء سهله من الحالات التحكيميه السهله اهو. بنشوف هنا حط جسمه، حط جسمه، كان في مخالفه بالايد وكان في مخالفه بالرجل، قرار صحيح باحتساب ركله الجزاء. لو قلنا شفنا تاني هنا حسام حط جسمه، وبالتالي هنا الرجل من تحت، العرقله موجوده والدفع من الايد موجود، وركله الجزاء صحيحه، والفار بياكد على قرار الحكم في احتساب مخالفه صحيحه وركله جزاء صحيحه. الحلقه بعد كده طبعا البساطي هايل جدا جدا، رغم الشناوي هنا خد الكوره ونجح في لعبها، ولكن هنا بنشوف هنا هل في مخالفه تسلل؟ بس هذا اللاعب كابتن عادل كابتن علاء هنا هذا اللاعب في موقف ايه؟ تسلل. خليه بس معايا دكتور بعد اذنك هنا. طب اللاعب دوت لو الكره اتعمل اوفر وما راحتش ما اشتركش مع اللاعب او ما تدخلش في اللعب، امتى انا بحاسبه على هذا الموقف؟ لما بشوف اللاعب دوت تداخل مع المنافس او تدخل في اللعب. نشوف هنا هل تدخل مع المنافس يا دكتور؟ معلش هنا بنشوف اللي هو سعد سمير تقريبا تدخل، وبالتالي هنا الحكم المساعد اشار بالرايه وقرار موفق من الحكم المساعد يوسف البساطي. الحل بعد كده عشان مثلا حدش يجي يقول ان كان في مخالفه، لا كان في تسلل موجود من الاول على لاعب نادي فشر. هنا مطالبه من علي معلول بركله جزاء، نشوف الحاله في هنا في البدايه هل في ركله جزاء؟ نشوف هنا لا يوجد ابدا اي تلامس ابدا، هو سقوط من علي معلول، وبالتالي هنا الحاله في قرار صحيح بعدم احتساب اي مخالفه، وهنا انا شايف ان هنا ما فيش مخالفه والسقوط نتيجه السقوط طبيعي، وهنا ما اقدرش ادي انذار للتحايل لكابتن ايمن، وهو خلى اللعبه تواصل وقرار الحكم هنا كان قرار صحيح بعدم وجود مخالفه. هنا طبعا الحنفي مش محظوظ، يمكن دي الحاله الوحيده اللي هو حصل فيها اصطدام هنا للاعب فيوتشر، وبالتالي هنا هو الراجل على طول وقف اللعب، اللي هنا كان في باص رايح للاعب فيوتشر وهنا تعطيل، يعني هو حتى كمان اللاعب اللي رايح للحكم هو هنا تصرف ذكي من الحكم، وقف اللعب وعمل اسقاط ل نادي فيوتشر، ودي من الحالات المهمه جدا. تمام كده الحاله اللي بعد كده ونشوف تقريبا يعني كانت دي اخر حاله معانا كابتن ايمن. شايف النهارده زي ما قلت ان النهارده الحنفي لولا شخصيته التحكيميه القويه اعتقد كانت هتبقى في مشاكل، لان تدخل الفار الغير مبرر كان ممكن يفسد هذه المباراه كويس بتدخله الغير مبرر كويس. ومناسبه الفار بمناسبة التحكيم يا كابتن ناصر، الفترة دي فترة صعبة جدا 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 في الدوري العام المصري، سواء على القمة أو في المؤخرة تحت. بعض المباريات كنا بنتكلم بنقول إن في مش عايز أقول مساعدة، ولكن أحيانا بيحصل حاجات تحس إنها متعمدة. أحيانا بعض الحكام سواء اللي في الملعب او اللي على الفار، مش عايز اقول ان هم ليهم اتجاهات، مش عايز اقول كده، ولكن في اختلاف في تطبيق المعايير، وده شفناه النهارده في مباراه الزمالك والمقاولين العرب. تمام كابتن ايمن، احنا قلنا دايما متفقين ان الحكام زي اللعيبه كده، كل حكم ليه فروق فرديه سواء في فهم القانون او تطبيق القانون او شخصيته التحكيميه كده، ولكن انا طبعا انا عارف ان حضرتك بتقصد الفار والمعايير المختلفه من حكم الفار في حالات مشابهه في نفس الحالات ديت، بنحس ان الحكم احيانا هنا بيحسب وهنا أيوة ما بيحسبش. بس في حاجه كمان عايز اقولها لحضرتك، في الحالتين يعني هدف الزمالك النهارده زي هدف ملغي للنادي الاهلي السنه اللي فاتت
في مباراه البنك الاهلي، اللي قاعد على الفار واللي خد القرار في الحالتين واحد. طيب خلينا بس نبارك نادي الزمالك الاول، نقول له مبروك وهارد لك نادي المقاولين، عشان بس ما حدش يقول احنا بنتكلم على الزمالك. احنا بنتكلم على التحكيم، بنتكلم على حكم الفار، واحنا بنقول ايه ما يجب تطويره في حكم الفار. طيب مش علاقه بنادي الزمالك، نادي الزمالك كسب ومبروك لنادي الزمالك. نروح للحكم عمرو الشناوي كابتن، اللي هو كان موجود على الفار في مباراه النادي الاهلي والبنك الاهلي. والبنك الاهلي طبعا هذه الحاله اللي هو هدف ايمن اشرف. ايوه احنا لاحظنا تم تسجيل ايمن اشرف هدف، كان احمد عمرو الشناوي كان على الفار. يا ريت تجيب لنا الصوره. تمام هنشوف. أيوة. بس يعني نشوف هنا، هنا اللعبه الاولى، هنا الهدف. انا بقولش هنا صحيح او مش صحيح، ولكن هذه اللقطه هي تماما كابتن ايمن كابتن شريف، هي لقطه ايمن اشرف في مباراه الاهلي وبنك الاهلي. أيوة. طب كان مين على الفار؟ هو عمرو الشناوي. يبقى نفس الحكم اللي كان في مباراه النادي الاهلي وبنك الاهلي هو نفس الحكم اللي كان في مباراه الزمالك والمقاولين في ماتش الاهلي. هو ايه؟ لغى هدف بداعي ان اللاعب قفز على الخصم. ايوه مفيش مشكله تمام. طب ما هذه الحاله هي مشابهه تماما، يعني بقول مشابهه تماما، نفس الحاله ونفس المعيار ونفس الحكم. هو هنا خلى اللعبه تواصل وتم احتساب الهدف، وطبعا لم يستدعي الحكم في هذه الحاله اللي هو في ماتش الاهلي وبنك الاهلي استدعى الحكم فيها، ورجع الحكم لغى الدف اللي انا بقول ايه دي زي دي. يا ريت تجيبوا لنا الصورتين جنب بعض لو موجودين الصورتين. انا عاوز اقول لك يا كابتن شريف، لو القرار دوت مختلف من حكم كابتن علاء هقول ماشي مظبوط، تقدير هنا يختلف من حكم لحكم، ولكن لما يكون نفس الحكم في نفس الحاله ده اللي بيخلي الامور تبقى يعني مش كابتن مظبوطه بالنسبه للتحكيم. يمكن لو جبتوا لنا الصورتين على الشاشه بتاعه الكابتن ناصر. كابتن ذكروني لو في صورتين مثلا، هنجيب صورتين نفس الصورتين. يعني انا بقول لكابتن هنا ايه؟ ايه يا كابتن؟ هنا يعني هنا يعني الحاله مشابهه تماما لهذه الحاله كابتن نايل. صحيح. السؤال كابتن عمرو، وانت حكم المباراه هنا وهنا، انت هنا خليت اللعب لغيت هدف واستدعيت الحكم البار، وهنا خليت اللعبه تواصل وهنا الحكم حسب الهدف. كويس. ده السؤال. طيب. نروح بقى للنقطه المهمه ركلة اللي هي في ركله الجزاء. بالظبط. ودي من اختصاص الفار يا كابتن علاء، ودي مشكله. يعني النهارده يا جماعه عندنا البروتوكول ينص تماما على ان الفار يتدخل في حاله تحرك الحارس. امتى؟ بالزبط. لما الحارس يصد. كابتن ايمن لو حارس تحرك والكره جت جول مفيش مشكله كابتن. خلاص. هنا كابتن انا بقول هنا نمره واحد. امين عمر عندنا ثلاث عناصر مهمه جدا، حكم المباراه، المساعد رقم واحد شريف عبد الله الحكم المتميز اللي هو موجود هنا كابتن النقطه ديت، اللي هو ايضا من اختصاصه لو ما فيش فار، مين هنا النهارده يتدخل؟ اللي دخل شريف عبد الله اللي هو اساسا دوره ان الكره عبرت خط المرمى مظبوط او لا، او تحرك حارس المرمى من على خط المرمى. طيب شريف عبد الله يمكن ما خدش باله. ايوه الفار النهارده موجود اللي هو الكابتن عمرو الشناوي. تعال نشوف اثناء التنفيذ عندنا مشكله. ادي هنا دخول من لاعب نادي الزمالك لاعب نادي المقاولين، يبقى هنا دي شغله الحكم. سواء الكره جت هدف اتصدت ارتدت العارضه ما جاتش هدف، في كل الاحوال انا بعيد كحكم هذه الحاله. الحكم هنا ما قعدش. طيب تعالى بقى الفار ودورك في انك انت النهارده لابد انك انت في هذه الحاله ده تدخلك، لابد انك انت تتدخل في ان دي تعاد. ولكن السؤال يا كابتن عمرو، الخروج اللي هو الصارخ من حارس المرمى اثناء التنفيذ وحضرتك النهارده لم تستدعي الحكم في هذه الحاله، بقول لابد النهارده كابتن عصام ولجنه التعيينات لابد النهارده في منافسه كابتن عادل، وعاوزين الحكام اللي تبقى موجوده عندها الشخصيه التحكيميه سواء كان في الفار او كان في ميدان اللعب لا تتاثر باي شيء. صحيح. اللي احنا ما حدش بيطلب غير حقه، سواء النادي الاهلي او سواء نادي الزمالك او اي نادي في الانديه اللي موجوده. كابتن نتمنى طبعا كابتن عصام ترجع من المغرب. كابتن عصام موجود في المغرب؟ اه موجود في المغرب. ايوه وبرضك سؤال غريب جدا كابتن عصام، انت حضرتك موجود في المغرب في بطوله. طيب. مين اللي بيدير هنا؟ ده السؤال انا بساله، يا ريت حد يقول لي ويجاوبني، من يدير لجنه الحكام الان؟ من يدير التعيينات اللي هي تعتبر اهم شيء في الفتره اللي احنا في فتره حاسمه؟ صحيح. فتره الدوري حاسمه، لابد ان يكون في مسؤول النهارده، لان كابتن عصام مش هينفع ابدا تبقى انت موجود في المغرب وفي بطوله وانت يعني في البطوله بتحضر فيها ومسؤول عن الحكام وايضا هتتابع هنا الدوري. صعب جدا، لابد ان حتى يبقى في نائب، طبعا مش عارفين في نائب مين بيعاني الحكام، القصه كبيره جدا، يعني صحيح. بنقول الفتره اللي جايه فتره حاسمه، لابد من الكل يتكاتف في نجاح مسابقه الدوري العام اللي هي كيان
المسابقه، وهو نجاح المسابقه نجاح لكل عناصر اللعبه. كابتن نشكرك شكرا جزيلا يا كابتن نصر، امتعتنا كالعاده. شكرا كابتن نايم، شكرا.